تفقد الدكتور المهندس عمار جبر خليل محافظ صلاح الدين في جولة ليلية المناطق الواقعة من الشرقاط وحتى بيجي، وذلك لمتابعة ارتفاع مناسيب المياه والسيطرة عليها وفق الخطط الموضوعة مع الجهات المختصة، وبالشكل الذي يبعد الخطر عن المواطنين في المناطق القريبة من حوض نهر دجلة. المحافظة بكل المدراء موجودين، مدراء الدوائر المركزية بالمحافظة، وكذلك الآليات تحركت لهذه المنطقة مع الإسعافات والعيادات المتنقلة، وكذلك الخيم الطوارئ لحالات الطوارئ، وأيضا تم تهيئة المؤن في حالة تم الاحتياج لها. إن شاء الله الوضع الآن تحت السيطرة، ولكن هنالك يعني إطلاقات من سد المواصل، نحن نأخذ الحذر والحيطة وحتى نتابع حركة الأهالي، لا تكون هنالك بالدرجة الأولى هي الخسائر، لا تكون هناك خسائر بشرية، وبعد ذلك تكون إن شاء الله لا تكون حتى خسائر مادية ضمن هذه المنطقة، وإن شاء الله تعبر هذه الأزمة، أزمة الفيضانات، بسلام على صلاح الدين.